ورحمة الله وبركاته. اليوم غير وجونا غير، اليوم كرفان فور ويل، كرفان مع توسعتين ألوان جميل، فور ويل أفرود هذا الكرفان. نشوف هالكرفان واشرح لكم إياه شرح تفصيلي. الواجهة غير، تغيرت الواجهة 2021. ركز في هذا الإعلان، اي 450 سوبر ديوتي، الفور ويل درايف، جامبيلات الفوكس، نظام الهيدروليك سيستم، المظلة الخارجية، سماعات الخارجية، مستودعات. ركز على هالألوان الجميلة، ألوان. هذا شكل الكرفان 2021. طبعا عندنا تغييرات في مؤخرة الكرفان، الليتات حطونا قطعة الفيبر، غيروا شكله، التغيير جميل حلو. عندك نظام التوسعة، المستودع، طبعا هذا المستودع الكبير، هني مكان تصريف الجري ووتر والبلاك، يعني الدبليو سي وسخ الدبليو سي ولا المغسل، نقدر نخزن ونطلع البيب من هني من تحت ويفضي الكرفان. طبعا نقدر نعبي الماي من هني والسيتي ووتر. طبعا نشوف الجنريتر 5500 من شركة الفورست ريفر، تعطينا جنريتر 5500 وشغل. طبعا هذا هو شكل الكرفان، كرفان فور ويل درايف، تبدش البر، تبدش الاماكن الصعبه، هذا كرفان اوف رود، يعني وين ما تحب الاماكن الصعبه تقدر تدخل. ان شاء الله بيكون لنا فيديو له لهذا الكرفان. اما الكرفان اللي عندي انا دخلت فيه اصعب الاماكن، مع ان الاطارات اللي فيه كان اصغر، اما هاي الاطارات اكبر فلازم يكون غير. نشوف الكرفان من الداخل. سمي بسم الله ودش الكرفان. سمي بسم الله وتدخل الكرفان ونشوف الكرفان من الداخل. هذه القاعدة قاعدة طيبة، نفسها تتحول إلى سرير. طبعا سوينا نظام الـ LED، أشياء جديدة، طبعا تغييرات جديدة في هذا الكرفان. عندنا هني السرير يناموا عليه، اذا كانوا صغار يرقدون عليه 3 إلى 4، والكبار بيكونون 2. ونشوف مقصورة القيادة 2022، طبعا الطبلوم كيلومتر، نشوف هني كيلومتر وليس ميل، حولنا الى كيلومتر. طبعا طاولة الطعام هني نفسها بعد تتحول الى سرير. هني نشوف هني شو الاوبشنات اللي موجودة، حطوا لنا طبعا الثلاجة بتكون 12 فولت، اشياء جديدة. طبعا المظلة لما تفتح، التوسعة لما تفتح يكون عليها مظلة. هذا هو شركة الفور. طبعا نعطيكم اياه بشكل تفصيل اليوم، اليوم تفصيل، اليوم بخلي الفيديو طويل. الكرسي، طاولة الطعام، هني عندنا تلفزيون 12 فولت ركبناه للساتلايت. طبعا هني المستودعات ولا المخازن. طبعا في كرفانات الخليج ركبنا المكيف، ما بتشوفون لا في ويرات ولا شيء، ان شاء الله في الايام اللي قدام بنصبغه بنفس صبغ الخشب. حد يقول لي ركب جلات، حد يقول ما يحتاج، نركب لكم نصبغ لكم اياه ان شاء الله الايام اللي قدام. طبعا ني على هذا الكنترول، هذا الكنترول عندنا الغاز هنا عندنا فل، البتري فل، طبعا مركبين له طاقه شمسيه، الماي حبه وحده ما عبينا ماي، البلاك اللي هو الوسخ دبليو سي طبعا اكيد انه يكون صفر لان الكرفان جديد، الجري طبعا صفر لان الكرفان جديد. هني نضغط على الدقمه ونشغل الجنريتر. بهاي الطريقه اشتغل الجنريتر. هني عندنا الماي الحار طبعا يشتغل بالكهرباء، وعندنا الماي الحار يشتغل بنظام الغاز. عندك الووتر بامب يشتغل طبعا 12 فولت، الاضاءه الخارجيه، الاضاءه الداخليه، وهذا الليت اللي تحت الدرج. وعندك هني التوسعه تفتح وتسكر. نبدا من هني المطبخ، هذا هو المطبخ عندنا، اذا بنحط التليفون نقدر نشحن بالتليفون. عندك هني الطاوله نكبرها عشان نقص نتحمس على رحلتنا.
هني الفرن، هني عندك الشواية، طبعا الميكرويف حوله شواية، ونفسه ميكرويف، مستودعات في كل الأماكن. جميل 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 جميل. أما الثلاجة هاي روحها نقول عنها حكاية، نقول عنها شيء، لأن ثلاجة كبيرة 12 فولت مو شيء، 5 دقائق بتشوفها باردة. يو يا البرودة هاي الثلاجة، اسميها مخزن. احنا ثلاجاتنا في الموديلات القديمة صغار، ما بكبار صغار، يمسوي لك صدعة هني تقدر تسكر. الجميل في هالكرفان طبعا سبحان الله، كل كرفان وله تقسيمته وله مميزاته. عياله هني بيرقدون، اذا هني تبغاهم يرقدون شوف كم بتستوي شبرية عودة، يعني حد من العيال بيرقد هني وحد من العيال يرقد هني، اثنين صغار يرقدون في هذا المكان. والترجيع كان ترجيع سهل، عندك هني ال 12 فولت، كلها 12 فولت، التلفزيونات كلها 12 فولت. ميزة طيبة، غيرنا السوكتات الداخلية الى 220. طبعا غرفة الماستر لما تفصلها تبقى ترتاح من عقب ضرب الخطوط 6 ساعات امورك طيبة. تفصل طبعا، عندنا فصل بين بين الصالة وبين غرفة الصغارية، وعندنا فصل بين الماستر وبين الغرفة هنا. جميل. عندك هنا غرفة النوم، الغرفة الملكية، هاي غرفة الملكية انا اسميها، نعم تستاهل هالاسم. بتعبي اغراضك ان كنت في رحلة في بقعة، تسوى مليون، نعم يسوى مليون المكان، في مكان طيب وغرفة طيبة، وعندك الحمام. بالإضافة نحن ضفنا بعد خزان ماء إضافي، يعني يقول الماء بيخلص بسرعة، عندك 90 جالون متى بتخلصه. فهني عندك ثلاجة 12 فولت، مستودعات، استورات، علق ملابسك، ونس عمرك وسعد نفسك في هذا الكرفان. وفور ويل درايف غير. نشوف دورة المياه، هاي هي دورة المياه. جميل، اعطني رايك واكتب لي في الكومنت. طبعا هذا الكرفان بطول 32 قدم مع توسعتين، نظام الهيدروليك سيستم، فور ويل درايف، اوف رود اوف رود. عندك الجنريتر 5500، مكيفين، كل ما تتمنى موجود في هذا الكرفان. تعالوا زورنا، قول لي هاي التقسيمة ما عيبتني، أبغي التقسيم الثانية، أبغي النوع الثاني، أبغي الشكل الثاني، أبغي هذه التقسيمة، أبغي هذه الشركة، أبغي هذه الشركة. أنا وعدتك، وبإذن الله نكون عند وعدنا. كل ما هو جديد في عالم الكرفان راح تشوفه، ما دام بتتابعني هذا شرف لي، والله العظيم هذا شرف لي. وعدتك إنك راح تشوف خلال هذه السنة أنواع وتشكيلات من الكرفانات، ودعواتكم لنا بالتوفيق. طبعا هذا الكرفان بسعر 480 ألف، واصل أي ميناء خليجي تقدر تشوف مع الألوان الخارجية مع كل شيء. جميل صراحة، أبهرنا هذا الكرفان بألوان الجميلة والأوفرود. إنه مفاجآت طيبة إن شاء الله راح تكون في شهر 11، مفاجآت كبيرة وحلوة. راح نشوف أول كرفانات تنزل في الخليج، أنواع وتشكيلات جديدة، بس السعر راح يكون أغلى. بس نقول ان شاء الله، ما اطلب منكم الا دعواتكم لنا بالتوفيق. واخوكم براشد حمد الفلاسي، ومع السلامه يا اخواني.